السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم علوم للصف السادس ابتدائي. وصلنا إلى الوحدة الثالثة، المادة وتفاعلاتها. صفحة 98، ممن تتكون المادة؟ كل شيء من حولي مادة، فجسمي مادة، والهواء الذي أتنفسه مادة، والغذاء الذي أتناوله مادة. وللمادة وحدة بناء أساسية، وحدة بناء أساسية تسمى الذرة. إذن الذرة هي وحدة بناء الأساسية للمادة. تعريف الذرة، وهي أصغر جزء من المادة تشترك في التغير الكيميائي. تعريف الذرة مهم، وهي أصغر جزء من المادة تشترك في التغير الكيميائي. تختلف ذرات المواد بعضها عن الأخرى، فذرة الألمنيوم تختلف عن ذرة الحديد، وذرة الحديد تختلف عن ذرات النحاس. وقد أدى هذا الاختلاف إلى وجود عناصر مختلفة في الطبيعة. إذن هنا تعليل وجود عناصر مختلفة في الطبيعة بسبب اختلاف ذرات المواد بعضها عن الأخرى، حيث اكتشف العلماء 118 عنصرا، يوجد منها 94 عنصرا في الطبيعة. هذه تجي فراغات. اكتشف العلماء 118 عنصرا، يوجد منها 94 عنصرا في الطبيعة. هنا سؤال، ماذا يسمى أصغر جزء في المادة يشترك في التغير الكيميائي؟ الجواب هو الذرة. هنا عندنا أسئلة، لماذا تختلف العناصر عن بعضها؟ نقول بسبب اختلاف ذرات هذه العناصر من حيث الشكل والحجم والكتلة. السؤال الثاني، هل تتكون المركبات من ذرات؟ فسر ذلك. نعم، تتكون من ذرات، وذلك بسبب أنه المركبات تتكون من ارتباط ذرات مختلفة. حقيقة علمية، لا يمكن مشاهدة الذرة بالعين المجردة، وتمكن العلماء من ملاحظتها بمجهر دقيق جدا يسمى المجهر الإلكتروني الماسح. صفحة 99، ممن تتركب الذرة؟ الذرة هي أصغر جزء في المادة، وعلى الرغم من أنها متناهية الصغر، فقد اكتشف العلماء أنها تتكون من وحدات بنائية أصغر منها. يعني الذرة ذكرنا أنه هي أصغر جزء في المادة، لكن هذه الذرة كذلك تتكون من وحدات أصغر منها، تتكون من وحدات بنائية أصغر من الذرة، فهي تتكون من النواة والألكترونات. تتكون من النواة والإلكترونات. إذن ممن تتكون الذرة، أو ممن تتركب الذرة؟ تتركب من النواة والإلكترونات. النواة والإلكترونات تشغل النواة مركز الذرة، مركز الذرة. شحنتها موجبة، وشحنتها موجبة، وتشمل كامل كتلة الذرة تقريبا، وتشغل حيزا صغيرا داخلها، وتحتوي على نوعين من الجسيمات. إذن الذرة هي أصغر جزء في المادة، وهذه الذرة كذلك تتكون من وحدات بنائية أصغر من عندها، أصغر من الذرة. منين تتكون؟ تتكون من النواة والإلكترونات. النواة هي مركز الذرة، وشحنتها موجبة، وتشمل كامل كتلة الذرة تقريبا، وتشغل حيزا صغيرا داخلها، يعني تشغل حيز صغير داخل الذرة اللي هي النواة، وتحتوي على نوعين من الجسيمات. النواة تحتوي على نوعين من الجسيمات، وهي أولا البروتونات، وثانيا النيوترونات. البروتونات وهي جسيمات شحنتها موجبة ولها كتلة كبيرة، ويرمز لها بالحرف بي موجب، بي موجب. ثانيا النيوترونات وهي جسيمات متعادلة الشحنة، متعادلة الشحنة، وكتلة النيوترون أكبر بمقدار ضئيل من كتلة البروتون. يعني كتلة النيوترونات تكون أكبر بمقدار قليل من البروتونات، ويرمز لها بالحرف N. إذن هذه جسيمات النواة، جسيمات النواة تتكون من البروتونات والنيوترونات. البروتونات تكون شحنتها موجبة، النيوترونات شحنتها متعادلة. تكون هنا كتلتها كبيرة، النيوترونات تكون كتلتها أكبر بمقدار قليل من البروتونات، يرمز لها بالرمز B موجب، والنيوترونات يرمز لها بالرمز N. هذه النواة اللي هو النوع الأول من الذرة. أما
النوع الآخر وهو الإلكترونات. الإلكترونات وهي جسيمات شحنتها سالبة. الإلكترونات وهي جسيمات شحنتها سالبة تدور حول النواة، تدور حول النواة بسرعة هائلة، وكتلتها صغيرة جدا مقارنة بكتلة النيوترونات والبروتونات، ويرمز لها بالرمز سالب E. هنا هذا الرسم يوضح التراكيب الذرة. هذا الرسم مهم ويجي وزاري، هذا الرسم مهم يجي وزاري، سؤال وزاري، ارسم مكونات الذرة. هذه هي مكونات الذرة، هي أصغر جزء في المادة، تتكون من نواة وإلكترونات، تتكون من وحدات أصغر منها، من وحدات بنائية أصغر منها. ما هذه الوحدات البنائية؟ هي النواة والإلكترونات، تتكون من النواة وإلكترونات. النواة تقع في مركز الذرة، تقع في مركز الذرة، وتتكون من نوعين من الجسيمات، البروتونات اللي هي البي موجب، والنيوترونات اللي هي الان. تتكون من البروتونات والنيوترونات. هنا شحنتها تكون شحنتها موجبة، النواة تكون شحنتها موجبة. ليش شحنتها موجبة؟ لان هنا تتكون من البروتونات اللي هي شحنتها موجبة، النيوترونات شحنتها متعادلة، شحنتها تكون متعادلة، اذا تكون الشحنة مالتها هي شحنة موجبة. المتعادلة يعني هي لا موجبة ولا سالبة، فهنا تكون الشحنة شحنة النواة هي موجبة، اما شحنة الالكترونات تكون سالبة، شحنة الالكترونات تكون سالبة وتدور حول النواة بسرعة هائلة، تدور حول النواة بسرعة هائلة ويرمز لها بالرمز سالب E. هذا الرسم يوضح مكونات الذرة. تكون الذرة متعادلة بسبب تساوي عدد الشحنات السالبة والموجبة فيها. إذا ماذا تكون الذرة متعادلة؟ عندما تتساوي عدد الشحنات السالبة والموجبة، أي أن عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات. عدد الإلكترونات هي الإلكترونات شحنتها تكون سالبة، والبروتونات تكون شحنتها موجبة. عندما تتعادل الإلكترونات والبروتونات يعني هنا تكون الذرة متعادلة، متعادلة يعني الشحنات تكون السالبة والموجبة متساوية، متساوية، لأن الإلكترونات هي سالب والبروتونات موجب. عندما تكون متساوية هذه الشحنات إذن تكون الذرة متعادلة. سؤال: أرتب الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات تصاعديا من حيث الكتلة. هنا ذكرنا أنه كتلة الإلكترونات تكون كتلتها صغيرة جدا، صغيرة جدا. هنا يريد الترتيب تصاعديا، تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. إذا هنا الإلكترونات بالترتيب تكون هي الأولى لأن كتلتها صغيرة جدا. بعدين هنا البروتونات، البروتونات وأكبر الكتلة هي النيوترونات. يعني الترتيب الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات، لأن النيوترونات هي أكبر من البروتونات بمقدار قليل. صار واضح؟ واني هسه راح اذكره بالملخص نهاية الدرس. هنا عندنا اسئلة: لماذا تكون شحنة النواة موجبة؟ ذكرنا انه تكون شحنة النواة موجبة بسبب انه النواة تتكون من جسيمات موجبة اللي هي البروتونات، والنيوترونات تكون شحنتها متعادلة يعني متساوية الموجبة والسالبة. اذا شحنة النواة تكون موجبة لان البروتونات شحنتها موجبة. السؤال الثاني: لو فقدت الذرة احدى الكتروناتها فما الشحنة التي ستبقى على الذرة؟ هنا هذه الذرة، مكونات الذرة، هذه الالكترونات اللي باللون الازرق اللي يرمز لها بالرمز السالب E، والنواة اللي تتكون من البروتونات والنيوترونات. اذا فقدت الذرة احدى الكتروناتها اللي هي الشحنة السالبة، اذا ماذا سيبقى؟ سيبقى الشحنة الموجبة، الشحنة الموجبة. إذن الشحنة التي ستبقى على الذرة هي الموجبة، هي الموجبة. هذا الرسم هو يوضح كل الشرح،
هو يوضح كل الشرح، يوضح مكونات الذرة ومنين تتكون وشنو الشحنة اللي تتكون من عدها الذرة. هنا عندنا الملخص، الذرة، تعريف الذرة، وهي أصغر جزء من المادة تشترك في التغير الكيميائي. للمادة وحدة بناء أساسية تسمى الذرة. سؤال: ماذا يسمى أصغر جزء في المادة يشترك في التغير الكيميائي؟ الجواب: الذرة. اكتشف العلماء 118 عنصرا يوجد في الطبيعة 94 عنصرا. هاي تجي فراغات. سؤال: لماذا تختلف العناصر عن بعضها؟ الجواب: بسبب اختلاف ذراتها، فذرات العنصر الواحد تختلف في الشكل والحجم والكتلة عن ذرات العنصر الآخر. هل تتكون المركبات من ذرات؟ فسر ذلك: نعم، لأنها متكونة من ارتباط ذرات مختلفة. سؤال: ممن تتركب الذرة؟ الجواب: تتكون من وحدات بنائية أصغر منها، وهي النواة والإلكترونات. تعريف النواة: وهي مركز الذرة وشحنتها موجبة، وتشمل كامل كتلة الذرة تقريبا، وتشغل حيزا صغيرا داخلها. البروتونات: البروتونات وهي جسيمات شحنتها موجبة ولها كتلة كبيرة، ويرمز لها بالحرف بي موجب. النيوترونات وهي جسيمات متعادلة الشحنة، وكتلة النيوترون أكبر بمقدار ضئيل من كتلة البروتون، ويرمز لها بالحرف N. الإلكترونات وهي جسيمات شحنتها سالبة، تدور حول النواة بسرعة هائلة، وكتلتها صغيرة جدا مقارنة بالبروتونات والنيوترونات، ويرمز لها بالحرف سالب E. سؤال: تكون الذرة متعادلة؟ الجواب: بسبب تساوي عدد الشحنات السالبة والموجبة فيها، أي عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات. سؤال: رتب الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات تصاعديا من حيث الكتلة. الجواب: الإلكترونات تكون كتلتها صغيرة جدا، البروتونات والنيوترونات، النيوترونات هي أكبر من البروتونات بمقدار قليل. سؤال: لماذا تكون شحنة النواة موجبة؟ الجواب: لأنها تتكون من البروتونات موجبة الشحنة P موجب، والنيوترونات تكون عديمة الشحنة، يعني النيوترونات تكون عديمة الشحنة أو متعادلة الشحنة، فالنواة تكون شحنتها موجبة لأنها تحتوي على بروتونات، والبروتونات تكون شحنتها موجبة. لو فقدت الذرة إحدى إلكتروناتها، فما الشحنة التي ستبقى على الذرة؟ الشحنة الموجبة، لذلك تكون شحنة الذرة موجبة. الشحنة التي ستبقى هي موجبة، لذلك تكون شحنة الذرة موجبة. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.